أهلا بيكم في أكاديمية البوليس. أنا السيرجنت جينيفر، هعمل منكم ضباط حقيقيين. خلي بالكم يا مجرمين، ما تهزروش معايا. اضربي. اوبس، اسفة يا بابا. إلي بتلعب في البيت تاني. انا عارف، انا هبعتك لأكاديمية البوليس، انا واثق فيكي. اتفضلي مصروفك. حظ سعيد. ده جديد، انا عايزه اجربه. عينيا. انا اسفه جدا، ما كانش قصدي. مسكتك يا حرامي. دلوقتي مش هتقدر تهرب. شغل هايل، انا بدعوكي تنضمي لاكاديميه البوليس بتاعتي. سيرجنت بريتني، انت فخر وشرف الاكاديميه دي. استنوني. يا حضرة الضابط، مستعجل ليه؟ ايه اللي بيحصل هناك؟ علامة انك هتاخد ترقية؟ اوه ايوه، انا لازم امشي، الواجب يناديني. شكرا لمساعدتك يا حضرة الضابط. يونيفورم اكاديمية البوليس، ستايلش جدا. انا لازم افتح القفل وانا حرة. انت مش في الفصل ليه يا طالبة؟ ده بدأ خلاص بسرعة. أوكي، أنا في موقعي يا طلاب، انضموا لي. جاهزين؟ يلا بينا. يلا يلا يلا، انتشروا، ما تخافوش. الكل لازم يخرج من المبنى. يا بنات، المحل كله بتاعنا، ده أحسن تخفيض في السنة. أنا عايزة دي. بسرعة على أوضة القياس. شوز حلوة. مين هيدفع؟ احتفظي بالباقي. أنا تقريبا نسيت. ده مش مضحك. بالشكل ده؟ شديه أكتر. أيوة، هايل. دي هليكوبتر. هجوم جوي. يا بنات ما تخافوش، أنا بس شغلت مجفف شعري. خدوا السلم للجيم. إلي شغالة على قضية، بتدور على مجرم خطير. ما شفتيش ده؟ لا أسفة. هاتي فلوسك حالا. معلش أعذرني، ما شفتش الراجل ده؟ لا أبدا. استنى، أنت وقعت رموشك. أرجع أدور. الفلوس يا طلاب، النهاردة هنتعلم إزاي نستخدم أسلحتنا بشكل صح وآمن. اختاروا مسدس نشان. إلي كفاية، خطة جديدة. ارفعوا إيديكم عن أسلحتكم، أنتوا مش مستعدين. طيب دلوقتي تخيلوا إن الموزة سلاح، ونشنوا وبعدين دوسوا على الزناد. نشنوا، انطلقوا. يام موزة. الطلاب بيتمرنوا بجدية كبيرة على قد ما بيقدروا. بريتني مش قادرة تتحمل ده خالص. احنا ممكن نستخدم ده. يا طلاب يلا نتعلم ازاي نخطط محي الجسم في مسرح الجريمة. دلوقتي بقيتوا عارفين بتتعمل ازاي. التمرين كده انتهى. ممكن اخد ده؟ هضيف شوية تفاصيل صغيرة هنا وهنا كده أحسن. أكيد جسم حلو. حطيه في الدولاب. أهلا يا طلاب. سيرجنت جينيفر، ريتني، السيرجنت هنا. واو، هو أنا عملت ده؟ المفروض إن أنا أغير ضوافري. أوه ريتني، عملتي كده ليه؟ نظارات الأمان، سماعات، جوانتيات مطاط. أنا جاهزة لمروح الحمام. انتوا النهاردة هتمتحنوا امتحان. امتحان تاني؟
أنا ماشية، لكن الكلب البوليسي ده هيراقبكم. اتأكد إن محدش يغش. إيه؟ المفروض إن الكلب ده خطر؟ ده صغير. فين ورقة غشي؟ أوكي أوكي أنا بستسلم، مفيش غش، ما تاكلنيش. يا طلاب، مهمتكم هي تستجوبوا المشتبه فيه ده. مش هتطلعوا مني أي حاجة. ابدأوا. قول لنا شريكك فين؟ أبداً. أنا عندي فكرة. بصوا حواجبه تقل قد إيه. انتوا هتعملوا إيه؟ هي فين؟ أنا معرفش أي حاجة. طيب اللي بعده الضوافر. لا أنا مش هتكلم. أكتر استراتيجية فعالة الواكسينج. هو راح فين؟ شنطة ظهري، ساعدوني أنا بتسرق. أوه رجعها لها، أنا مش بسرقها. لا بيسرقني، دي شنطة ظهري. طيب مين اللي بيقول الحقيقة؟ أنا لازم أفكر. دي شنطة ظهر حريمي، هو بيسرقها. مش عارفة، اللون لايق عليه فعلا. بصي كده، دي نقطة كويسة. ران ياخد الشنطة. أنا قلتلكم كده. إيه؟ العدالة اتنفذت. إياكي تكذبي على ظابط. مستحيل. المجرمين دول كلهم أكيد بيشتغلوا مع بعض. أنا بس محتاجة ألاقي صلة بينهم. يا ترى الخيط ده ممكن يوصلني لإيه؟ خريطتي دي باظت. بيلا أنتي عملتي إيه؟ بغزلك سويتر. ده على مقاسك. العفو. الفصل ده ممل قوي. بيلا راحت في النوم. يا طالبة أنتي مقبوضة عليكي. أو لا أنا مش عايزة أرجع للسجن تاني. بليز خرجوني. لا فيهو ده كان مجرد حلم. قابلوا الطالبة بيلا، هتعمل معاكي جلسة التعرف على ملامح الوش. سعيدة إن أنا أساعد. يلا بينا نبدأ. عنده أنف معوجة بحباية، عيون مخيفة، وودان ضخمة. ودان، فهمتك، أنا بس هطبعها. خلاص، يا ترى شبهه؟ إيه؟ لأ، خالص. أنتِ متأكدة؟ أظن إنها طلعت هايلة. وسيم جداً. لو مش عاجبك، أنا هحتفظ بيها. أنتِ رايحة فين؟ هي ما عجبهاش روبر. دي وقحة جداً. إزاي في حد ممكن يقاومه؟ فين إلي؟ مش عارفين، هنبدأ من غيرها. ضربتي المميتة. هاي بيلا، أنا أقدر أكسر قفل من وضعية الشجرة. ده مثير للاهتمام. أنا هنا. واو برافو، ده كان مبهر يا إلي. يا بنات تقدروا تعملوا ده؟ مستحيل. مهمة النهاردة إن انتوا تعملوا جملة من قصائص المجلات دي. وقتكم هيبدأ دلوقتي. يا بنات أنا عندي فكرة أحسن. يلا بينا نجمع منهم مجلة كاملة. يلا بينا نعملها. المفروض إن ده يكفي. دي نفعت. افتحيها. عمود الفضايح. ووبس. من غير تشتيت. أعتقد إن أنا كان بيتهيألي حاجات. وقت البريك. يا بنات بص أنا معايا إيه. ارميها. مفيش دونتس في المبنى بتاعي. الأكل الصحي وبس. استمتعوا. على أي حال الدونتس للضباط الكبار. يام.
محتاجة المساعدة يا مدام؟ شكراً ليك يا حبيبتي، مفيش مشكلة، أنا هعمل أي حاجة. دلوقتي مش هتوقعي حاجاتك، مبسوطة أني ساعدتك. أوه حبيبتي، آه ولد الأيام دي. طالب البوليس لازم يقبض على أي حد لأول مرة، لكن أوه المجرم اختفى. الفنجان لسه دافي، ده لسه ماشي من الشباك، لكن يا ترى عارف ازاي ان احنا جايين؟ عندكم افكار؟ لا الي، لكن المشتبه فيه مشي. الي، هو انت كنت عامله بث مباشر؟ واضح جدا انه كان بيشوفه. مفيش بث مباشر تاني لما تكوني بتتابعي قضيه. جينيفر بتدرب الطلاب على احسن طريقه رسم اسلحتهم. اوبس، ده كعبي. غلط، التدريب انتهى، استنوني. المشتري ده شكله مريب، ده حرامي. انت مقبوض عليك. ايه ده؟ حتى مش الاي دي بتاعك. ايوه هو، بريتني لعبت فيه شويه بالفوتوشوب. ده مش انتي، دي انا. لا ايوه، محتاجين لراي خبير. دي هي؟ لا مش هي، دي مزوراها. يلا بينا. لكن دي انا. هاي الطلاب في بريك الغداء. او لا، حبيبي الاكس مع حبيبته الجديده. هو يا ترى عامل ايه؟ انا عارفه، روحي اطلبي مساعده السيرجنت. سيرجنت جينيفر، لو سمحتي ساعديني، ممكن استلف سجين؟ لا ده مش ممكن، انا فعلا محتاجاه. اوكي طيب، شكرا. ما فيش وقت اشرح لك، انت هتيجي معايا. اوكي الي، روحي بعيد. هاي انتوني، اعمل نفسك حبيبي. احب اكون كده. اوه شعر حلو، هو باصص؟ احضني. هو مشي؟ بطل تحضني، ارجع للزنزانة تاني. وقفتك غلط، انت بتتكلمي جد؟ كده أحسن؟ مش هينفع تتصور صورة الفيش بتاعتك بالشكل ده. امسك الموبايل، شوف واتعلم، دي الطريقة المفروض تقف بيها. ده هياخد وقت، أنا تعبت من تصوير الصور، دول حتى مش بصلي. هايل. سيرجنت جينيفر مستعدة لمكافحة الجريمة، بتدرب الطلاب على أهدافهم. يلا يا بيلا، ضيعتها ضيعتها وضيعتها تاني، ما جبتهاش في الهدف. ضيعتها، أنا هرجع تاني. تخيلي إن ده حبيبك الإكس، دلوقتي اعمليها. أوه هنطلع الأسلحة الكبيرة. دي كانت سهلة، مؤثر جدا، شكلهم شبه ملايكة صغيرين وهم نايمين. اصحوا، قدامكم 10 ثواني علشان تجهزوا، انطلقوا. بيلا، هاي إلي، هاي بريتني، في إيه مالك؟ أنا دايماً ببدأ يومي بالميك اب. سيرجنت جينيفر بتعلمنا إزاي ننظم المرور، الصفارة للفت الانتباه. بصي، اقفي، اتحركي، هتعرفي تتعاملي؟ جداً. اقفي، اتحركي، أنا بعملها. اقفي، لفي، لكن أنا رايحة على طول، في زحمة، لفي شمال. تنظيم المرور ممل جداً، أنا محتاجة شوية مزيكا مسلية.
صعب تقفي ثابته واغنيتك المفضله شغاله، لكن لو كنت بتنظمي المرور ده احتمال يؤدي لشويه نتائج مش لطيفه. ترى فين التسقيف؟ مش مهم، اتحركوا. هو ده. في الغالب ده. اوكي، احنا جاهزين؟ البصمة دي، انتوا متأكدين؟ الفاونديشن متطابق معاها بالظبط. ما كنتش انا بريئة. شغل هايل. ايديكم مربوطين والمهمة بتاعتكم ان انتوا تهربوا. اتحركوا. انا تقريبا خلصت. ها، دي سهلة. انا لونت ضفري الاخير. خلصت. ده لون ظريف. واو. انا كمان عايزاه. طيب وانا؟ سيرجن جينيفر بتسلم الطلاب تعليمات مهمة جديدة. اوكي. مفهوم؟ ايوه. 1، 2، 3. خلصنا. ايه ده؟ سلطة. انا مشيت على تعليماتك. اه إلي. طيب شكرا. انذار احمر. الساعة 3 الصبح. إلي اصحي. البنات جهزوا بأسرع ما يمكن. استنوني. سيرجن جينيفر بتقضي ليلة في الاهتمام بنفسها. الدخان جاي من هنا. ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ سيرجن جينيفر؟ شموع وبخور؟ يلا بينا نرجع ننام. دول متوترين جدا، لازم يعملوا تأمل. ازاي تفكوا قنبلة؟ مش هينفع اتلخبط. اي سلك فيهم؟ الاحمر ولا الازرق؟ مش قادره اختار. انا هقطع الازرق. ده نفع. هاي، انا قطعت السلك. يلا يا بريتني اقطعيه، تقدري تعمليها، احنا واثقين فيكي. ايه دي بتقص شعرها بجد؟ برافو، عملتيها. تسرحة الشعر المثالية. شكرا. الطلاب بقوا جاهزين. الأسلحة تمام. برنيطة ومشبك لتثبيت البرنيطة. تمام. جليتر للجسم، هايلايتر، ترتر. أنا جاهزة. أنا مش متأكدة إذا كانت بريتني فهمت المهمة. أنا هفتح القفل ده أكيد. ها، عملتها. هاي بيلا. كان ممكن بس تخبطي. ادخلي. أوه صحيح. امسكي بس بشكل مستقيم واضربي، ما تقلقيش، احنا مش بنستخدم مسدسات حقيقية. لكن إلي متعصبة جدا ومش عارفة تسيب الهدف. أظن إن أنا اتحبست هنا، مش قادرة أعملها. مفيش مشكلة، استخدمي سلاحك السري، الجمال. آه، ده وقت الليل، يعني التفتيش. دول نايمين ودول كمان. استنوا، دول نايمين. ها، انا بتهيالي حاجات. دي مشيت، نقدر نكمل استمتاع. عجبكم الفيديو الجديد بتاعنا؟ قولولنا في التعليقات مين هي شخصيتكم المفضلة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات مضحكة جديدة من تروم تروم.